وعليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوني مجموعة من التدابير المنزلية اللي غتشاهدوها معايا في هذا الفيديو إن شاء الله. فكنتمنى إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم، وإذا كنتوا متتبعين أوفياء فكنتمنى أنكم تضغطوا على زر اللايك باش تشجعوني أكثر. ويلا نبداو على بركة الله. بالنسبة للطياب ديال العدس، فأحسن طريقة هي أنكم تبيتوه في الماء. بحال بغيتو ترقدو اللوبيا ديروها تماما نفس الطريقة، ديروها حتى العدس رقدو في الماء ليلة كاملة، بدلو ليه طبعا هذاك الماء باش حتى الناس اللي كيضرهم ما غاديش يضرهم بهذه الطريقة هذه. وديروا معاه واحد الطريف ديال الحامض. أول حاجة هي أنني غادي نسلقو غير واحد العشرة ديال الدقائق باش كتحيد منه دوك الكحولة، وكنضيف ليه العطرية وكنطحن مطيشة مع البصلة كنضيفهم ليه والربيع صافي، وزيت الزيتون طبعا ملحه. وهذه الطريقه ديالي راه كيجي لذيذ بزاف غير في القميله، ما تحتاجوش انكم ديروه في طنجره ديال الضغط. الا بيتو في الماء راه كيتنفخ ودغيا دغيا كيطيب، يعني 10 دقائق كيطيب، ما كياخذش لكم نهائيا الوقت. وطريف ديال الحامض راه كيخليه ما كيكحش وما كيتفسخش من الحبات ديالو. وندوزو للحله المواليه. العدس ها هو كما كتشوفوا راه ما كيتفسخش نهائيا في الطياب، كيبقى الشكل ديالو مزيان. داك الحامض راه كنخليه حتى لاخر عاد باش كنزولو كيعطي واحد الكره رائع، ونخليه دابا كيطيب غير في القميله، راه كيجي حسن بكثير من المنظره ديال الطبخ. عقلتوا على هذا الماء؟ هذا داك الماء اللي كنطلق لينا الدجاج اللي درناه في البخاره اللي كنتبخن، وهاد لاصوص هذه كنت قلت لكم غادي نوريكم شنو كندير بها. فهنايا غندير بها اول استعمال اللي هو هذا المرق هذا ديال الدجاج. عرفتوا راه خطير واعر، كيطلق فيه داك الجيلاتين وكيجي خاطر. فهنايا عندي الروز مع الدجاج، كنمرق به الروز مع الدجاج كيجي واعر واعر صراحه. هذا الاستعمال الاول، ومازال غنشارك معكم ان شاء الله استعمالات وحدين اخرين. فما كطيح حتى شي حاجه، ممكن ديروه غير مع الروز بوحدو بلا دجاج، كيعطي داك المذاق بحال الا استعملتو معاه الضامة ديال البنة. هنايا درت الحوايج في لافيسيل كما كتشوف، وهاد السيرفيت هادي فيها طبيعة ديال زعفران كما شفتو، ديال المرقة ديال الزعفران اولا الخرقوم. هانتوما شوفوا هاد الطبايع. بالنسبه لهاد الطبايع هادو الا درت هاد السروال هذا ديريكتومون في الغساله ما غاديش يخرجوا نهائيا، ضروري ما ندير لهم التدبير هادي اللي ساهله ما صعيبش. كتحتاجوا غير الصابون ديال الحجره بحال هكا وكتبللوه. عرفتوا هاد التدبير هادي واعره، غتهنيكم من لي طاش كاملين. كنشدو وكندوز بحال هكا واحد الطبقه، دابا غير حيت قطه التليفون بيد، كندوز واحد الطبقه تكون يعني غليظه ديال الصابون فوق هذوك الطبايع. هانتوما شوفوا اللون ديالهم كيفاش كيتبدل، ديال هذيك الطبعه ديال الزعفران. كندير لهم هكا واحد الطبقه مهمه من الفوق بحال هكا، غادي ندهنهم دابا. صافي من بعد ما دهنتهم شوفوا كيفاش ولا اللون ديالهم موف سبحان الله. صافي انا دهنت هنايا، دهنت هنايا كما شفتوا، وصافي غادي نديرهم في لافيسيل في لافيسيل. صافي انا راه دخلت، غادي نديرهم في الماكينه ديال الحوايج وغادي نديرهم يتصبنوا. ونفس الشيء اذا كانوا عندكم طبايع هكا ديال الصفور ديال الغموله، هاد القميجه هذه كانت في البلاكار كما كتعرفوا، حوايج ديال الصيف تنجمعوهم وصافي ولات فحال هكا فيها هاد لاطاش هذه بالصفر. حتى هي غادي ندهنها مزيان بالصابون وعاد غنديرها في لا ماشين باش تصبن. بالنسبه لهاد الطبايع ديال الصفوريه راه كيزولوا بسهوله الا درتو هاد التدبيره هادي. من بعد ما دوزت عليها مزيان بالصابون حتى هي غادي نديرها في لا ماشين، وغادي نوريكم البروغرام اللي غادي نستعمل. غادي نستعمل هاد البروغرام هذا. بالنسبه لدرجه الحراره غادي نقصها ل 40، هي نورمالمون كتكون في 60 ولكن غنديرها في 40، وغادي نتلاقاو من بعد باش نشوفوا النتيجه النهائيه.
السيرفيت من بعد ما تصبنات ونشرتها فكيتحيدوا دوك الطبائع اللي كيكونوا ديال الاوساخ وديال الزعفران، وراكم عارفين ديال الماكله، فكترجع نقيه نقيه. وحتى القميجه غير نسيت ما صورتهاش لكم، فالطبائع ديال الغموله كلهم كيحيدوا صراحه. طريقه اللي زوينه هكا الناس اللي عندهم الوليدات يعتمدوها. واحسن طريقه باش تصوبوا براد ديال اتاي من نعنع هي انكم عوض ما تاخذوا النعناع وتقرضوه غير على جوج وديروه، فمن الافضل انكم تقرضوه بهذه الطريقه هذه، يعني تحاولوا انكم تقرضوه لاكثر يعني قطع صغيره، كيعطي لوغو اكثر وكيجي سبحان الله العظيم كيجي حسن. الا جربتوا بهذه الطريقه غادي تعرفوني علاش كنهضر. فبعض المرات كنديروا غير هكا، كنقطعوا على جوج وكنديروا في البراد، ولكن الا شديتو عصرتوه بديك الطريقه فغيعطيكم لوغو اللي هو خطير. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يسخنوا البغرير، فهنايا اول حاجه كنديروا في اله ديال البانيني حتى كيترخم مزيان. هذا البغرير راه كان ديجا في المجمد، كيجي بحال اللي يلاه طاب. هنايا خديت مقيله اللي درت فيها شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الزبده وشويه ديال العسل، كنخليهم يسخنوا. وفي هذاك الوقت كتكون يعني البغرير طرخه مزيان في اله الطانيني، يعني كيسخن بواحد الطريقه زوينه ما كيتقرمش ما والو. ومن بعد كندوزو نسقيه. فالناس اللي ما كيزعموش انهم يديروا البغرير بكميه كبيره ويحتفظوا به، فهالطريقه هذه غتعجبكم بزاف، غير جربوها. ولكن قبل من يلا تصوبوا البغرير ديالكم ضروري تدهنوا ليه الوجه ديالو بزيت الزيتون، وعاد باش ديروه في المجمد فكيبقى طري وكيجي كانه يلا طب. وهكا الى جاو عندكم ضياف الغفله او لا كنتو زربانين فكتسخنوا بهذه الطريقه كيجي بحال الى يلا طب تماما. هذه واحد القضيه ضروري خاصنا نعاودو نديروها. راكم عارفين دابا مع الصيف كيكثر سرق الزيت، وشي مرات كنقولوا منين كيدخل لينا سرق الزيت، منين كيجي ما كنعرفوش منين كيجي. بعض المرات راه كيجي مع البوطه، شفتوا منين كتجيبوا البوطه من عند الحانوت راه كيكون هنايا لتحت في القاعده ديالها. يعني منين تجيبوا البوطه ديالكم يا اما دخلوها للدوش وكبوا عليها الماء ونيطويوها مزيان، ديروا ليها جافيل والصابون وحكوها مزيان سورتو ديك البلايص الثقابيه اللي لتحت. سينو الا ما بغيتوش يعني جاتكم صعيبه انكم تدوشوا ليها، فجيبوها هكا حتى للمطبخ وكبوا عليها الخل، يعني نيطويوها بالخل مزيان، ضربوا ليها واحد المسحه بالخل تكون كبيره. هذاك الخل راه ما تيخليش نهائيا الحشرات، فانا هنايا غادي نمسحها مزيان مزيان بالخل، وعاد باش غادي ندخلها لبلاصتها. فبهذه الطريقه هذه كتمنعوا انه الحشرات يسكنوا في هاد البلايص هادو ويدوزوا من هنايا. ما كي ريحه الخل كتهربهم عن تجربه، يعني مده دابا وانا يعني كنستعمل الخل، فصراحه الخل عنده فعاليه زوينه. ولا ممكن انكم تجيبوا غير مبيد ديال الحشرات ديالكم وكترشوا به البوطه مزيان من جميع الجوانب، رشوا مزيان مزيان سورتو هاد البلايص هادو. كنأكد عليكم بانه هاد البلايص هادو راه كيجي فيهم سرق زيت من عند الحانوت، يعني كيف كتجيبوه من الحانوت كيجي سرق زيت تمايا، فرشوا مزيان مزيان. انا غير متوفر عندي دابا مبيد، ولكن غادي ان شاء الله غير نجيبو غادي نرش البوطه من التحت وكلشي، وديك الساعات عاد كتحطوها بلاصتها. بعدا كتاكدوا انكم ما جبتوهش من الزنقه. وكالعاده الى وصلت حتى لهنايا ومازال ما درتوش ليا اللايك وما خليتوش ليا تعليق، فكنتمنى انكم ترجعوا ديروا باش هكا تشجعوني على المزيد من العطاء ان شاء الله والاستمراريه. وشكرا لكم جزيلا جزيلا على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، وخليتكم على خير. بسلامه.